إن الساسة الذين يسألون اليوم ماذا بعد اليوم التالي في غزة نسوا أن يسألوا أنفسهم ماذا بعد اليوم التالي في أمريكا، ليس في غزة فقط، ماذا بعد اليوم التالي في أمريكا بعد أن أنهت أمريكا دورها. أمريكا الآن شاخت، أصبحت عجوز وتكاد أن تخرج إلى التقاعد وتكاد أن تدخل إلى بيت المسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصبة من المسلمين يفتحون البيت الأبيض، بيت كسرى، منذ عهد سيدنا آدم حتى الآن، ونحن في عام 2024 لم نعرف بيتاً بني في الأرض وسمي بالبيت الأبيض إلا البيت الأبيض في واشنطن. ولعل هذا الحديث يحمل دلالة واضحة أن الخلاف على منهاج النبوة القادم ستقود إلى نشر الإسلام، وسيدخل الإسلام في كل بيت في كل الأرض في كل قاراتها بدون استثناء، بما في ذلك في كل بيت في أمريكا. فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولاً. المقصود مدينة هرقل أي القسطنطينية التي تحمل الآن اسم إسطنبول، هي بشرى نبوية تم نصفها وهو فتح القسطنطينية، بقي النصف الثاني في هذه البشرى نفسها وهو فتح روما الدعوي، كما قال ذلك علماء المسلمين المعاصرين: الفتح الدعوي لروما. سيدخل الإسلام بقسطه وعدله ورحمته إلى روما. ليس المقصود روما كتحديد جغرافي، لا، روما كرمز تعرف به أوروبا،